السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وباحوال طيبه ان شاء الله. في الحلقه ديال اليوم غنشارك معكم المنتوجات اللي شريت من بريمور ومن بريمارك. فكنطلب من الاخت اللي كانت طلبت مني اني ندير بها دويره في بريمور ونوريها المنتوجات اللي انا كنشري تسمح لي بزاف، ولكن انا وعدتك باني غنشارك معك المنتوجات. ما صورتش، ما بغيتش نكثر عليكم. ها ميركادونا، ها ليدل، ها البريمور، ها ما صورتش، ولكن انا وعدتك بانه غنشارك معك داكشي اللي شريت، وغنوريكم كذلك شنو هما المنتوجات اللي انا دائما كنشريها بريمور. فصراحه تقضى ليا كلشي على داكشي. البارح مشيت لبريمور، الحوايج اللي كنشري من بريمور من نهار تحلات في المدينه فين انا ساكنه، وليت اغلبيه هي اللي كنمشي لها وكنشري منها تقريبا كلشي، لانه الاثمنه ديالها مقارنه مع برفوماريات اخرين رخاصين. فكاع الجيل ديال الوجه اللي كنستعمل بالنسبه للبشره ديالي، كنت وريتكم واحد ديال غارني اللي فيه شويته كنشريه من بريمور، انواع اخرين حتى هما كناخذهم من بريمور، الماكياج كناخذهم من بريمور، بعد بيرفوميس حتى هما كناخذهم من بريمور. فالكاليتي فحال بيرفوماريات الاخرين، غير هما الاثمنه ديالهم نازلين. بحال مثلا انا قبل كنت كنشري واحد الجيل ديال الوجه من كاريفور، كنت تقريبا كناخدو ما عقلتش واش 4 ديال الاورو ولا 5 ديال الاورو، ما عقلتش الثمن، ولكن من حلات بريمور بديت كنمشي كناخدو من تما ب2 الاورو شي حاجه. فانا اغلبيه ديال الحوايج كناخدهم من تما. الماسكاره ديال الشفرين تقضات ليا ومشيت باش ناخد هذه ديال لا مارك اسونس اللي كتعجبني بزاف. بصراحه هاد الماركه انا كنظن بان الشركه ما عطيناهاش حقها بزاف، رغم انها ماركه زوينه ولي برودوي ديالها لو كوست، يعني ما غاليش. فانا يعني جربت بزاف ديال الماركات، لوريال، ريمل، يعني بزاف ديال الماركات اللي الثمن 16 الاورو، 18 الاورو، 14 الاورو، وهذه الثمن ديالها ما واصلش 4 الاورو، 3 اورو شي حاجه. غنخلي لكم الثمن في الفيديو. بالحق يعني النتيجه بالنسبه لي انايا من بين الماسكارا ديال الرموش المفضلين عندي، عندي هذه وديال ميركادونا. ديال ميركادونا كاينه هذه راها بدات كتمسح ليا، فها نتوما كيف ما غتشوفوا شويته ديالها ستيتوا ورقيقه بزاف، يعني الا شفتوها تحقروا. حتى هي الثمن ديالها ما عقلتش شحال، ولكن رخيصه 3 اورو شي حاجه، ولكن كتطلع مزيان شفرين. انا بالنسبه ليا هاد جوج ماسكارا دي بيستانياس هما المفضلين، مفضلين عندي، فدائما كنستعملهم. هذه اللون ديالها قهوي وهذه اللون ديالها كحل، كتعجبني بزاف. هي اللي دايره انا دابا تعمدت اني ما ندير لا كحول لا شرطه لا حتى شي حاجه باش تبان ليكم مزيان. كطول الشعر، وكل ما كانوا عندك كل ما كانوا عندك الرموش كتاف وكل ما كانوا عندك الرموش طوال، كتعطيك واحد النتيجه هائله، وتيجيو الرموش باينين كحلين وتبينوا العين. يعني الا كنتي مزروبه ديريها، ديري غير الريسيل وصافي وخرجي، غيجيو عويناتك زوينين. فانا كنصحكم بها. وكذلك البنات من بريمور خديت هذا البرايمر او بريباسي ديال العينين. فلا كنت خارجه بحال هكا في الليل او لا في النهار وبغيت ندير ماكياج فوق العين ديالي، دوك الوانات فوق العين ديالي، اول حاجه كندير هذه هي الاولى، عاد كندير عاد كنخدم الوانات من الفوق. كتوحد اللون في هذه البلاصه هذه، وكتخلي ان الوانات اللي غنديروا من بعد تيبانوا اكثر وتيدوموا وقت اطول، وما كدير لا تجاعيد، ما كتخلي الوانات متراصين لا حتى شي حاجه، بالعكس كتفيكسي مزيان لي كولور وكتخليهم يدوموا مده اطول. فانا كنصحكم بها، حتى هي الثمن ديالها ما غاليش. دابا نخلي لكم البريسيو، غير هو بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم سمراء بزاف كنصحهم انهم ياخذوا اللون مغلوق. ففي الاول كانوا كيبيعوا غير هذه، ومؤخرا خرجوا باسس اخرين بطونوس مختلفين. وخديت البنات كذلك هاد جوج ديال الكلوس اللي تيجيو مات، صراحه زوينين بزاف، تيخليو الفم ما تيخليوش ناشف، بالعكس كتحسي بحال دهن الزبده اولا دهن شي، ما تنشفوش نهائيا. السنساسيون اللي تيخليو لك زوينه، يعني الفم ديالك يكون مرتاح وتيبقاو مات، ولي كولور زوينين. انا غنجربهم دابا وغنوريكم الالوانات
الوان زعما كيفاش كيجيو. فانا مسحت هذا اللي كنت داير، ولكن المشكله انه كيبقى دورة موتشو كيبقى شاد. المهم معليش، فغنبدا لكم بهذا باش تشوفوا اللون ديالو. انا شخصيا تعجبوني بحال هاد الالوان، فخصني نشوف راسي باش نشوف. اللون ديالو غزال بزاف، كنتسنى ما تنحسوش نهائيا على انه كيتلصق ولا على ان الفم ديالنا نشف ولا شي حاجه، بالعكس. فكنتمنى ان اللون يكون باين، اللون فحال هكا فحال الشكل ديال القرعه. اللون زوين وفيه النكهه فحال ديال الفاني. ودابا غنوريكم اللون الاخر. اللون الاخر صراحه خفيف فحال اللون ديال البشره، تعجبوني انا الطونوس بحال هكا خفافين، يعني النهار اللي تيكون صهد بزاف او كتكون الشمس بزاف، او النهار اللي كنبغيو نديرو غير شي ماكياج خفيف. فحتى هو لا كولور ديالو زوينه وما تيجيش معيق. اليوم النهار مشمش، داخل الشمس بزاف، كنتمنى ان الالوان يبانو. اللون ديالو صراحه بارد، واحد بحال هكا بحال في القرعه، بحال لون ديال الحم. مهم، اللهم العمش ولا العمى. المهم شتو الالوان تقريبا كيفاش كيجيو، زوينين 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 الالوان بزاف البنات. هذا رقم 8 وهذا الرقم ديالو 2. المهم اللي عجبها وبغات تجربو تكتب ليا كومنتاريو وانا غنكتب لها الاسم ديالو. فكاينين بطبيعه الحال طونوس اخرين، كاين في الغوزانديا، كاين في القوقي، كاين شي 5 ولا 6 طونوس في هاد الكلوس هادو. فانا البنات كيعجبوني بزاف وكنصحكم بهم. وكذلك البنات خديت هاد الفيخالور دي ماكياخي، زوين 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 بزاف، حتى هو لا مارك اسونس. كاع هادشي اللي وريتكم دابا الماركه ديال اسونس انا كتعجبني بزاف. هذا مين كان نماكيو الوجه ديالنا ونساليو، فكنحلوه ونتشو سبراي نتشو على الوجه ديالنا، تيفيكسي لنا الماكياج ديالنا وتيخليه انه يدوم مده اطول، وفي نفس الوقت ما تنشفش الوجه ديالنا، تيخلي واحد لا سينساسيون فريسكا في الوجه ديالنا، وتزيد يبين الماكياج. يعني الا كنا دايرين شي لوميناضور او شي كولوريتي هكا وباهت، من كان نرشوه من الفوق فحال كيحيي لينا داك الماكياج. فانا تعجبني بزاف هذا، كنصحكم انكم تجربوه. كاين كذلك بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه بزاف بزاف بزاف، كيبقى لهم الوجه مزيت، كيبيعوا كذلك في لا مارك اسونس واحد طويطاس اللي كيابسوربي وداك الكراسه الزايده. وكاين كذلك سبراي بحال هكا خصيصا البشره اللي دهنيه بزاف، كترشيه وما تيخليش ان الوجه يبان دهني. صراحه انايا ما جربتوش، يعني انا دائما اللي كنجرب هو هذا واللي نقدر ننصحكم به. فالبنات اللي مجربين اي برودكتو من هذا البرودكتوس دي ماكياج اللي وريتو ليكم، يخليو الكومنتاريو سواء عجبهم او ما عجبهمش باش تعم الفائده، لحقاش البنات كيدخلوا وتيبغيو يشوفوا وجهات نظر مختلفه، واش زوين واش ماشي زوين. المهم بالنسبه ليا انا دائما في الفيديوهات ديالي ما كنديرش لكم احسن منتوجات، كنوريكم احسن منتوجات بالنسبه ليا انا. فبالنسبه ليا انايا الماكياج ديال اسونس كيعجبني بزاف. كذلك تقاضى ليا الكونسيلر، ويعني هذاك اللي انا مولفه كنشريه ما لقيتوش عندهم تما، فاش نعاود نشري منتوجات اخرين راني غنعاود نتشاركهم معكم.
خديت البنات كذلك شامبو نورمالمون. انا لا ماك لي مولفه كنستعمل هي هذه ديال لوريال البي بي الاحمر، فهذه مده من بديت كنصبغ شعري وانا كنستعمله، زوين 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 بزاف. انا الشعر ديالي كيف ما كنقول لكم دائما في الفيديوز، الجلده عندي دهنيه والاطراف نورمال، عندي نورمال الى ناشفين. مره مره مع الشمس ومع البيسينا مع يعني الصباغه تنشف الشعر واحد شويه، فهادي مده وانا كنستعملو. وكيف ما كتعرفوا كل 6 شهور خصنا نبدلو البرودكتوس لا ديال البشره او لا ديال الشعر. فانا بصراحه طالما كيعجبني بقيت واحد الوقت كامل شي عام ما بدلتوش، ومؤخرا بديت كنحس بالشعر ديالي بدا كيعيا ليا وبدا كيتزيت ليا بزاف، يعني كنغسلو اليوم لا غد ليا يصبح ليا مزيت وشويه بحال كيبدا كيعمل ليا القشره. وانا صراحه هذا المشكل ما عمره ما كان عندي، ف يعني بحال الجلده ديال الشعر ديالي عيات منه. فانا مشيت البريمور كذلك خديت شامبو دائما كناخذو يعني من تما. لقيت هذا ما عرفتش واش جديد او لا كان، المهم هذا انتي كاسبا وكيصلح للشعر الدهني. فانا كيف حليته وشميت الريحه ديالو قلت هذه الريحه ما غريباش عليا، رغم اني انا ما عمري استعملته. فزايدين فيه الزيت، مستخلص الزيت ديال شجرة الشاي، انا كي حليته عرفته. وفعلا فاش بقيت كنقرا الكومبوننتس باش مصايبين هاد الشامبوان دايرين كون اسيت افينسيال دي اربول دي تي، وخديته البارح صراحة كنت غنطلع لكم هاد الفيديو ولكن قلت نجربه بعدا على الاقل شي حاجة نقول البنات. فصراحة انا البارح غسلت به الشعر ديالي عجبني بزاف كأول استعمال، عجبني يعني شعر ديالي ما خرجش ليا دهني، خرج كيبري فيه لمعان فيه بولومين. فنكمل القرعه نخويها وداك السعدات غنقول لكم شنو كاين. الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه اني انا كيعجبني شري لاغام كامله شامبو بالكريمه بماسكاريه، فهذا ما لقيتش، ما عرفتش واش كاع في البرفوماريات او غير في هذه، خصني نمشي لوحده اخرى. لقيت غير شامبو ما لقيتش لا ماسكاريه لا كريمه. انا ماسكاريه ما عنديش مشكل لحقاش كندير ماسكاريه طبيعيه مره او جوج في السيمانه، ولكن ضروري خاصني كريمه للشعر ديالي لاني ما كنمشطوش، الكريمه كتسهل انه يتسرح. فخديت هذه ديال غارني وعجبتني بزاف، الريحه ديالها زوينه كتغدي الشعر، ما كتخرج الشعر مشنتف، كتخرج داك اللمعه في الشعر. عجبتني بزاف بالنسبه للبنات اللي الشعر ديالهم ناشف، زوينه بزاف. انا يلاه جربتها مره واحده وعجبتني. مهم من نستعملهم كثر داك السعدات من بعد ارد عليكم الخبر. كذلك خديت هذا الشامبو، هذا ماشي لي انا، هذا كيصلح للشعر الجاف، الريحه ديالو غزاله مصايب بالزيت ديال ارغان اي كاميليا، وتيصلح للناس اللي الشعر ديالهم ما فيش الحيويه والشعر ديالهم ناشف. ريحته غزاله بزاف ولكن ما نقدرش نقول لكم واش افيكاس واش كي وفي بداك الشيء اللي كيقول او لا. المهم مع الاستعمال نعاود ندير لكم شي فيديو ونهضر لكم عليه. منتوج اخرى البنات اللي كنشري من بريمور هو هاد السيروم هذا ديال الشعر، تا هو الثمن ديالو رخيص، معقلتش شحال شي 3 اورو شي حاجه ولا 2 اورو شي حاجه. المهم هذا هو اللي انا كنستعمل في الشعر ديالي، هذا ما شريتوش، هذا كان عندي باقي ليا فيه واحد شويه، وهاد شويه وراه تيدور يعني وقت بزاف. فانا تيعجبني بزاف هذا ديال جليس. الا كنتو كتقلبوا على شي سيروم الشعر ديالكم، انا صراحه الشعر ديالي ماشي ناشف، يعني من هنا لهنا ايه كاين ناشف واحد شويه، ولكن ماشي داك ناشف حرش متقصف مسخسخ مسكين مره. فما نبغيش شي وحده يعني تقول قالت كيصلح الشعر ناشف وحنا شريناه وما دار ليا حتى شي حاجه. ايه لكن الشعر ديالك يعني نورمال حتى الناشف فغيعجبك بزاف، اما لكان الشعر ديالك يعني متضرر فخصك شي برودكتو ماس فورتي على هذا. ودابا البنات غندوزو باش نوريكم شنو خديت من بريمارك. صراحه ديما كتسولوني شنو كتشري من بريمارك، انا عامه بريمارك كناخذ منها بيجامات، كناخذ منها الفات، كناخذ منها داكشي ديال ديكوراسيون، كناخذ منها الحوايج ديال عيال صغار.
اما بالنسبه للحوايج لي انا قليل، يعني قليل، وقيل شي مره وحده شريت شي خرسي وخرج لي صراحه الله يعمر ليه الدار، يعني الشتا كامله وانا كنلبسو صب ورد خرج لي زوين. علاش ما كنشريش الحوايج من تما؟ لحقاش انا صراحه ما كنلقاش لي ستيلو ديالي في الحوايج اللي تيجيبو. ولكن مشيت البارح وكنت كندور وبانوا لي صراحه شي حويجات، فخديت هاد جين هذا. ما عمري صراحه ما شريت شي جين من بريمار. المهم هذا بان لي عجبني، عجبني لي ستيلو ديالو، فجايه فيه هذه من هنا، ولكن راه كاين ثوب من التحت يعني ما تيبانش اللحم. وحاجه اخرى اللي عجبتني فيه هما هاد اللعيبات اللي دايرين هنا في الرجل، فصراحه عجبني بزاف. كاين في هاد اللون وكاين لون اخر مخلوق عليه. الثمن ديالو صراحه لاصقين فيه كطيروا بلاتي تسناو النوبه ديالكم. الثمن فكان داير 17 ديال الاورو ونزلوه ل 15 ديال الاورو. ففاش قيسته صراحه عجبني بزاف، جا زوين في اللبسه، تيجمع لا فورم، ولكن ما نقدر نقول لكم عليه حتى شي حاجه تيتصبن. داك الساعه نرد عليكم الخبر في اللبسه تيبان زوين، ولكن من بعد ان شاء الله ونقول لكم شنو كاين. كذلك خديت واحد سروال اخر، يعني ديال يوميا بحال هكا. التوب ديالو صراحه كومودو وزوين، ما تيزمطش. الثمن ديالو دايرين لهم 9 الاورو. تيجي زوين وتيجي خفيف في اللبسه، يعني ديال تولوس لوس دياس. حتى هو يعني من لبسه ومن صبنه، داك سعدت نقول لكم الراي ديالي واش غنعاود نشري من بريمارك هاد النوع ديال الحوايج او ما غنعاودش نشري. وكذلك البنات خديت هاد الشيء ديال اكسسوريوس، انا كنحماق يعني على هاد الشيء، تعجبني بزاف، زغبي في ما مشيت كاين. المهم هادي البنات خديتها ب4 ديال الاورو، فتيجي زوينين مع العصري او مع البلدي، واللون ديالها يعني كاينين في الوان اخرين، انا عجبتني في هاد البلو هذا. وهادو حتى هما تيعجبوني زوينين في الصيف، يعني يتلبسو من تيكون الشعر مجموع. والثمن كانوا دايرين 2 الاورو وردوهم باورو. فهانتوما البنات انا جربتهم لكم باش تكون عندكم فكره. انا بعدا صراحه حمقوني، يعجبوني بزاف. بطبيعه الحال ما غنلبسهمش مع هذا اللون، يعني غنلبسهم مع شي لون اللي غيتواتاو معاه. عجبني بزاف هذا البلو، يعني انا يا شخصيا لبسهم مع شي حاجه مودرن او لبسهم حتى مع البلدي، شي تكشيطه ولا شي قفطان اللي غيجي معاهم، علاش لا، تيجيو زوينين بزاف. كذلك مع يعني الشعر مجموع، لكن دايرين شي مشطه هازينها الفوق او لا شي حاجه، حتى هما تيجيو زوينين بزاف. مهم تتخليو ليا الكومنتاريوس ديالكم وتعطيوني الراي ديالكم فيهم. انا شخصيا عجبوني، وحتى هادو البنات عجبوني بزاف بزاف. وبصراحه ما فهمتش انا علاش ما خديتهمش حتى في الدوري، يعني دايرين اورو تيجيو زوينين. كاينين في بلاطه في هاد اللون وكاينين كذلك في الدوري، المره الجايه ان شاء الله ناخذهم في الدوري. انا بحال هادشي تيعجبني نلبسو في الصيف، يعني كيف ما قلت لكم كيكون الصهد بزاف، كنكونو جامعين شعرنا، كيجيو مع الشعر مجموع بحال هكا، ماشي بحال الشتا، يعني الشتا كنكونو ها البوفاندا ها الطربوش، يعني ما تيبانش هادشي، ولكن في الصيف تيجيو هاد لي زاكسيسوار زوينين. فانا كنتمنى انهم ان هادشي اللي وريتكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اكيد يعني كيف ما كنقول لكم دائما هاد الفيديو راه انا ما تنديرهمش على شي حاجه باش نوريكم شوفوا شنو شريت، يعني حنا كاملين في الحياه ديالنا يوميه كنمشيو نتقضاو وكنمشيو نشريو لينا لوليداتنا. كندير هاد الفيديو باش تعمل الاستفاده، شحال من وحده غيكون عندها لوغو او الذوق فحال ديالي، وغتشوف هاد الحوار غتقول زوينين شاتهم بريمارك، انا غدا غنمشي غناخذهم من بريمارك، يعني باش نتقاسموا الاراء وباش نستافدوا كاملين. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. هذه هي الكومبرا المتواضعه ديالي اللي خديت. لا عجبكم الفيديو البنات ما تنساوش انكم ديروا ليا ميغوستا، وتشاركوا الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء والاحباب والاهل ديالكم باش تكبر العائله ديالنا في يوتيوب. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو عجبكم تسجلوا معايا في القناه، وما تنساوش تفعلوا الجرس
باش فيما نطلع شي فيديو يوصلكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.